وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف مراسل قناة النادي الأهلي زميلنا كريم أحمد، واللي كان النهارده متواجد في تدريب الفريق الصباحي اللي أقيم على ملعب مختار التتش في فرع الجزيرة. مساء الخير عليك يا كريم، وعايزة أطمن منك على الأجواء النهارده في التدريب، كانت عاملة إزاي، حالة المصابين، وأكيد الاستعداد للسفر بكرة إن شاء الله. هل هيكون في قبل السفر بكرة للإمارات تدريب، ولا اللعيبة هيتجمعوا في النادي أو هيتقابلوا على طول في الاستاد؟ عايز اعرف منك كل في المطار، عايز اعرف منك كل التفاصيل. مساء الخير عليك يا شيما، وبرحب بيك طبعا في البدايه وكل مشاهديكي. طبعا كان استعدادات قويه جدا لفريق النادي الاهلي، الاهلي والوصل للامارات ان شاء الله يوم 22 في كاس زايد للانديه الابطال، باذن الله تكون فتحة خير على فريق النادي الاهلي وانطلاقه يا رب ان شاء الله، واستعاده من جديد شخصيه النادي الاهلي في هذه المباراه. اكيد يمكن الفتره اللي فاتت زي ما اكدنا وقلنا كان في يمكن فصل كبير للعيبه، الجهاز الفني مستر بدر حاول ان هو طبعا يتحدث مع اللاعبين بشكل مستمر، جلسات منفرده، جلسات جماعيه، محاضرات بشكل مستمر لكل لعيبه النادي الاهلي للتركيز خلال الفتره القادمه في سواء البطوله العربيه او بطوله الدوري العام. باكد لك النهارده كان التدريب بالصبح صباح طبعا في الساعه 9 صباحا، سبق المران محاضره بالفيديو لمستر باتريس والكابتن محمد يوسف للوقوف على كل نقاط القوه والضعف لفريق الوصل الاماراتي. المباراه الاخيره ايضا كمان اللي كانت عند فريق الوصل الاماراتي تابعها مستر باتريس مع اللاعبين، في تركيز كبير جدا للاعيبه النادي الاهلي من خلال هذه المباراه. وانطلق التدريب كالعادي، يمكن كان في 30 دقيقه النهارده فقره بدنيه تحت اشراف مستر مايكل ليندمان مخطط الاحمال، لكن النهارده مستر باتريس كابتيرون حاول ان هو يكون في اختلاف وفقرات متنوعه في تدريب النهارده. يمكن شفنا بعض التصويبات على المرمى خدت اكثر من 15 دقيقه، كمان كان في اهتمام كبير بالكرات العرضيه، بعض تمركزات اللاعبين سواء في خط الظهر او في خط الهجوم، اوقف التدريبات اكثر من مره لشرح بعض الامور اللي يمكن بيقع فيها خط الدفاع، بتكون تمركزات خاطئه بالنسبه لدفاع النادي الاهلي. لكن يمكن التدريب النهارده كانت جرعه تدريبيه قويه على ما اعتقد استفاد منها بشكل كبير جدا كل اللاعبين من انطلاق ان شاء الله الى الامارات. النهارده يمكن النادي الاهلي خلاص اختتم تدريباته هنا في التتش على ان يستعد من خلال طبعا السفر للامارات. النهارده يكون طياره النادي الاهلي غدا في الساعه 10 الا ربع تتوجه الى الامارات، يمكن الرحله بتستغرق 3 ساعات او 3 ساعات و40 دقيقه. من المقرر طبعا يكون النادي الاهلي يصل الى الامارات بتوقيت الامارات في الساعه 2 ظهرا. الامور يمكن زي ما انت قلت يا شيما، سمير عدلي هيكون متواجد في الامارات للتنسيق العام والمعتاد لبعثه فريق النادي الاهلي. الامور يمكن كلها بالنسبه للسفر مطمئنه ان شاء الله لفريق النادي الاهلي، لكن يمكن بنطمن كل جمهور النادي الاهلي بيحاولوا ان هم طبعا يطمنوا على كل اللعيبه، اللعيبه اللي راجعه من المنتخب الاولمبي، سليف كولوبالي طبعا العائد من منتخب بلاده، وليد ازارو يمكن زي ما انت قلتي واكدتي طبعا بالتنسيق مع الجهاز الفني، وليد ازارو هيلحق بعثه النادي الاهلي في الامارات ليكون متواجد في مباراة الوصل الإماراتي. سليم في كولوبالي تواجد النهارده في التدريبات، لكن يمكن تم إعفاءه النهارده من التدريب الجماعي، خد جرعة تدريبية خفيفة جدا لمشاركته في منتخب بلاده مع مالي طبعا. إسلام محارب بيعلن جاهزيته بشكل كبير، إسلام محارب طبعا كان في المباراة الودية الأخيرة أمام شباب النادي الأهلي تعرض لكدمة قوية جدا، حاول طبعا مع الجهاز الطبي بشكل كبير وقام بدور كبير جدا لتجهيز إسلام محارب ليكون متواجد، وبالفعل إسلام ظهر في النهارده في التدريب الجماعي، وامس كمان كان ظهر ان هو يكون متواجد في قائمه النادي الاهلي. وبالفعل كل اللعيبه الحمد لله يمكن نقدر نقول باستثناء المصابين احمد فتحي ومحمد هاني ومحمد نجيب وعمر السوليه، دول طبعا الاصابات ممكن تطول شويه، لكن كل اللعيبه الحمد لله على جاهزيه كبيره، وان شاء الله باذن الله يكون التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الوصل الاماراتي. شكرا ليك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي.